بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم هاجر الحديوي من مدينة تيفلت. شاركت في اليوم السباق الوطني على الطريق، حصلت المرتبة الأولى وأنا جد سعيدة لأنني شاركت في مدينة تيفلت مدينتي الأصلية، والحمد لله كانت نضيف المستوى، والحمد لله نتمنى أنه يديروا سباقات على المستوى الدولي، وكنشكر اللجنة المنظمة وشكرا. يعني المنافسة كانت منافسة في مستوى، كان عداءات قوية على المستوى الوطني، وفاء بن سعيد وعداءات أخريات، والحمد لله استطعت نفوز بالمرتبة الأولى. واش هذا راضية النتائج اللي حققت السنة؟ الحمد لله جد راضية، بعد انقطاع دام 8 أشهر رجعت الرجوع بقوة، والحمد لله نتمنى أنني نمثل بلدي مدينة تيفلت على أحسن تمثيل، ونمثل المغرب أحسن تمثيل المستويات الوطنية والدولية والعالمية. السباقات المقبلة اللي غتشاركي ان شاء الله ما عنديش يعني سباقات في الان، يعني كندير استعدادات وتدريب مدينه تيفلت، والحمد لله انني شرفت من مدينه تيفلت احسن تمثيل. كنهدي لهم هذا الفوز لسكان مدينه تيفلت والعائله الصغيره والكبيره، وشكر خاص للاصدقاء ديالي في التدريب على راسهم وعلى طارق. شكرا. هزار حديوي أصفيقات هزار حديوي مدينة تيفلت. سلام على تيفلت، هي بطلة مغربية شرفت المغرب تبارك الله عليها. مجموعة ديال الإنجازات، أعطيونا اللي غيسلم الجائزة الأولى لهزار حديوي طريق أوعلا. تصفيقات عافاكم الهزار حديوي المرتبة الأولى، تبارك الله عليك. تحية للعنصر النسوي. إيوا مشطوم الشاي وبضواكيدي. شكرا سي وعلا، خذ صورة تذكارية.